حاجة بقى العشبه الحلوه قوي اللي بتجيب نتيجه رائعه حتى الناس اللي ما اتبعوش نظام غذائي يعني ستريكت ولا عملوا كل الحاجات دي مثلا خففوا الجلوتين بس وكان اكلهم عادي ان هم استعملوا المورينجا معلقه كبيره من المورينجا يوميا هتعمل فرق كبير قوي بس انا في الوقت ده انا مش هاخد البان فممكن استعمل معاها حليب الكوكونات حليب جوز الهند بيشتغل حلو قوي اوكي ده, ده قولي حليب ممكن استعمله في الفتره الاولانيه بالذات اول شهر لو انا مش متوفر عندي حليب الكوكونات الفريش طبعا اللي هو بيتحط في الثلاجة انا مش عاوزه اللي في الكنز اي حاجه في, في الكانز دي انا مش عاوزاها الفتره الاولانيه كل اكل لازم يكون يعني فيري جود انا ممكن استعمل الميه خلاص هستعمله في الميه ممكن احطها في العصير اللي انا بعمله عصير الاوراق الخضراء عصير الفروت ممكن احط فيها معلقه من المورينجا نتيجتها رائعة جدا في خلال أسابيع هتحسوا فرق كبير اوي أنا ممكن بقى أزود عليها شوية من الكركم هتديني برضو نتيجة حلوة أوي لو ما عنديش الألبان ولا حاجة هستعمل المية خلينا نشوف هنعملها بالمية وأزود عليها مع المية معلقة من زيت الكوكونات أو زيت زيتون أو زبدة هتديها طعم حلو وهتخليها تقيله شويه كان انا اخذتها في حليب وهيمشي حالها ده يبقى مشروبكم اليومي معلقه كبيره من المورينجا يوميا الكركم انا مجهزاه اوريدي عليه قليل من الفلفل الاسود وده شويه من الكوكونات اويل او الزبده اي حاجه عشان بس تديها طعم حلو قوي والميه دي غليتها غلوه واحده بس طعمه معقول جدا مش وحش الكركم يعني شويه طعمه قوي فبيضغى على طعم الاخضر الكتير بتاع المورينجا فبيمشي حالها مع شويه الزبده هتلاقوا مشي حالها تماما يعني بالصحه ان شاء الله ده مشروب رائع جدا ده تحافظوا عليه هتشوفوا نتيجه حلوه قوي هو لكل الالتهابات مش مش بس لو انا عندي روماتويد اي نوع من انواع الالتهابات بيساعد كتير قوي ان الجسم يتخلص منها جيد للبشره جيد للشعر جيد لمشاكل الدوره مشاكل الهرمونز الناس اللي عندها انيميا كل حاجه في المورينجا معلقه كبيره يوميا هتشوفوا الفرق ان شاء الله اشوفكم فيديو تاني والسلام عليكم ورحمه الله